السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي. اليوم عندي كتاب النشاط يونت 4 صفحة 50 يونت 4 لسن 1. لسن read and say، استمع وأقرأ وقل. هذه عندي هادي وهاي دينا وهذا كريم وهذا زاك. يقول my name is هادي لوزاك، خليت خط تحت هادي، إذن هو هذا هادي. I'm a boy، لو girl، هو ولد لو بنية، boy ولد. I'm 9 لو 10، احنا قرينا يعني هو عمره 10 سنوات، إذن 10. زين، هذه my name is دينا، لو نادية، خليت خط حوطت دائرة يم دينا. This is my dad، لو mom، هذه من هي mom. زين، هذا كريم. I'm girl لو boy، كريم ولد لو بنية، boy ولد. I'm 6 لو 7، هو عمره 7 سنوات. I like ice cream لو soup، هو يحب الايس كريم، هنا ايس كريم. زين، I'm Zack لو dad، هذا Zack. I'm blue لو green، هو يعني أخضر لو أزرق، الأخضر هو أخضر. هاي صفحة 50. زين، صفحة 51. listen read and draw، يقول استمع وقل وارسم. هنا لازم أنتم ترسمون، هاي الرسم عليكم. this is my house، هذا بيتي. this is my house، هذا بيتي. زين، my house has five windows، يقول هنا لازم ترسم بالبيت خمس شبابيك، لازم ترسمون خمس شبابيك. the wall is pink، والحائط وردي، يكون لازم الحائط وردي. the door is blue، والباب لونه أزرق. I have six flowers in my garden، يقول يعني لازم ترسمون يعني بالحديقة هنا ست وردات. I have a swing، هذه المرجوحة هم راسمها، يعني هنا ترسمون بالهاي شكل، هنا ترسمون بها. زين، هسه ننتقل إلى صفحة 52. color count and write، color لون وعد وأكتب. هذا اللي باعوا، شوفوا هاي fish هو حالهن تسع سمكات، هذه تسع أسماك. الفيش، تريز شجرة، واحد اثنين، وان تو ثري فور فايف، خمس أشجار. هنا بيرتس السفن، عدي الطيور عددهن سبعة. وهنا فلاورز عددهن، يعني هنا تحسبون شكو بالفراغ، شكو بالفراغ تخلون هذا فلاورز يعني الأزهار اثنين، عدي ورتين، زهرتين، وتشيلدرن ثلاث أولاد هذني. زين، complete اكمل. are five children nine. number one there are fish in the pond، احنا قلنا السمكة ايش قد؟ تسعة، نخلي تسعة. pond يعني هذه البركة مال المي. two there are five big trees، خلي are there ياخذ are. وخمسة big trees يعني شجرات كبار، ايش قد حسبناها؟ 1 2 3 4 5 5. the 3 there are 3 children، الاولاد هم ثلاثة، 3 children. زين، ننتقل هذه الصفحة الماوس. listen point and write the numbers، استمع واكتب الارقام. هذه كتبتها طبعا حسب المكتوبة بالكتاب الملون. هاي 1 4 هنا 2 3 5 6 و 8 و 7، هاي طبعا شارحينه هذه قصة الفار. هذا يونت 4، وان شاء الله المحاضرة الأخرى راح نكمل يونت 5، وبالتوفيق ان شاء الله.